تعالوا نحن نشوف الجماهير قالت ايه عن بيان ديزو ونرجع نكمل اخبارنا. والله قرار صعب جدا من لاعب محترم زيزو، من اوفى اللاعبين اللي جت في النادي. انا رأيت قراره جدا، وبقاءه في نادي الزمالك مصلحه لي، كسبان شعبيه كبيره، جمهور نادي الزمالك كله في ظهره وبيحبه، لاعب محترم، ونادي الزمالك هو اللي بيعلي قيمته التسويقيه. يعني هو كلاعب اعلى لاعب في افريقيا من حيث القيمه التسويقيه، فنادي الزمالك هو اللي ليه الفضل عليه. فان شاء الله زيزو يكمل ويجيب لنا بطولات كتير بقى ان شاء الله الفتره الجايه. والله زيزو لعيب كبير قوي، وهو من ابناء نادي الزمالك، وجاله عروض كتير، بس هو فضل البقاء في نادي الزمالك عشان هو من ابناء نادي الزمالك، ودي ميزة الدي ان اي بتاع نادي الزمالك. بس يعمل موسم حلو، والنادي تحت امره هيوفر له كل خدماته، وهو لعيب استثناء. بصوا، عزيز ده اولا يعني السنه دي من احلى اللعيبه في مصر، تمام، والبيان اللي هو عمله بيثبت اللي هو عايز يكمل في نادي الزمالك. لكن حقيقه العرض كان موجود ولا لا انا ما اعرفش، لكن انا كمشجع كوره كنت اهلاوي ولا زمالكاوي، حتى انا شايف ان لو العرض كويس بالنسبه له نادي الزمالك كويس، انه يحل نادي الزمالك كمان ازمه في اللي هو يحل القيد ويجيب لعيبه جديده وبتاع. فانا فرطت في لعيب وجبت لي مثلا 10 لعيبه وفتحت القيد، لكن لو استمر هو لعيب كويس مع احسن لعيبه في مصر، بس هيبقى لعيب. لكن انا لو مشي بالنسبه لي وخدت الفلوس هقدر احل مشاكل تانية جوه النادي. طبعا اقدر النادي اللي هو ينزل بيان زي ده يقول انا مفيش عرض او كده، لان الزمالك يعتبر خيره عليه. هو قبل الزمالك ما كانش حد يعرفه مين زيزو قبل الزمالك، بس مين زيزو بقى بعد الزمالك؟ هداف الدوري، احسن لعيب في مصر، منتخب مصر. هو بيان محترم جدا من لاعب محترم، زيزو لاعب كويس، هو بيقعد ده دول انه قدر نادي الزمالك، وهو اصلا نادي الزمالك اللي عمله، فبقى محترم جدا منه. لا هو ان شاء الله يكمل مع نادي الزمالك، وهو نادي الزمالك هو اللي علاه، يعني هو ما كانش مشهور قوي قبل ما يجي، فنادي الزمالك اللي عمله يعني.